كتير جدا مننا بيبقى نفسه يجيب مساحة تخزينية حجمها كبيرة علشان يقدر ان هو يستعملها، مثلا بقى فلاشة حجمها كبير او هارد خارجي حجمه كبير، ولكن بيتصدم صدمة جبارة اللي هو انت بتتكلم في الهارد الخارجي مثلا ممكن تلاقيه ب 2000 او 3000 جنيه. في حين ان الهارد الداخلي اللي هو بيبقى جوه الجهاز او جوه اللابتوب او جوه الكمبيوتر عندك بيكون الواحد تيرا اللي هو 1000 جيجا بيكون سعره في حدود 600 جنيه. طيب انت دلوقتي تعمل ايه؟ ما انت عايز مثلا تنقل لعبة لصاحبك، اللعبة حجمها 150 جيجا، هتروح تشتري فلاشة 150 جيجا؟ صعب قوي. فعلشان انت حبيب قلبي ابو المكتشفين جبت لك حتة تحويلة ايه ب100 جنيه، هتحول لك اي هارد الهارد خارجي. ايه ده يوسف، يعني انا ممكن اروح اشتري هارد 1 تيرا داخلي بتاع الكمبيوتر ب500 جنيه وكده يبقى كأني اشتريت هارد خارجي ب3000 جنيه مثلا؟ مال هقول لك اه، بس انت بس شد حيلك واعمل لايك وخلينا ندخل في الحلقة. السلام عليكم، اهلا بيكم يا جيش المكتشفين لحلقة جديدة من سلسلة التقنية الرخيصة اللي بنستعرض فيها منتجات تقنية جميلة جدا بسعر رخيص ووظيفتها بتبقى ضرورية جدا وكلنا محتاجينها، الا وهي التحويلة دي من شركة ايروك بسعر 100 جنيه مصري. يعني انا اتفاجئت بصراحة، انا قلت مثلا تبقى غالية او حاجة، ولكن هي فكرتها بسيطة جدا. لو ابتدينا كده بفتح الصندوق هتلاقي حتة كابل باور على حتة صندوق باور على حتة كابل ساتا على حتة محول ساتا على حتة كابل من اي دي اي مثلا لساتا وهكذا. شفت، بسيطة جدا، ولكن طريقة تركيبها هي اللي محتاجة تركيز شوية. أول حاجة، طيب أول حاجة بنركب كابل الساتا في الوصلة اللي احنا شايفينها، والطرف التاني من كابل الساتا بناخد بعضنا كده والصلاة على النبي نركبه في الهارد، تمام؟ بعد كده يا عم تعيدل بقى ما تعرفنيش. طيب بعد بقى بنركب الكابل الساتا بيجي كابل الساتا الباور بقى، يعني باور ساتا بنركبه بالطريقة دي، ده سهل جدا يعني. والطرف التاني منه بنركبه في كابل الباور زي ما احنا ما شايفين. أيوه، لا شقلبه شقلبه، ايوه. وبعد كده يا اختي، طيب خلاص الحمد لله ركبناه اوكي. بعد ما بنركبه كده اهو يا شباب، بينتج ان عندنا طرفين، اليو اس بي نحطه في الكمبيوتر والفيشه في الكهرباء. بعد ما بنركبها بقى يا شباب لازم بنعمل كالاتي، خطوات مهمه جدا لازم تركز فيها قوي. اولا بعد ما توصل الكهرباء دي كلها اتاكد تماما من شويه حاجات هقول لك عليهم عشان تبقى محافظ على الهارد عندك. اول حاجة وصل الكهرباء للهارد قبل ما توصله للكمبيوتر، يعني احنا دلوقتي بقى عندنا خلاص طرفين، فيشة للكهرباء وفيشة على شكل يو اس بي اللي هي هنحطها في الكمبيوتر عشان يتقرا على ان هو هارد خارجي. حلو قوي، ما تحطش اليو اس بي في الكمبيوتر، حط الفيشة بتاعت الكهرباء الاول، يعني شغل الهارد الاول. تاني حاجة اتأكد من الكابلات قوي، تمام؟ الكابلات اللي بتيجي هنا كابلات نوعها مش ولا بد يعني، فاتكل عليها، يعني ما تتكش عليها عشان تقطعها او تقطعها، لا يعني مجرد زقها بس اتأكد ان كل حاجة تمام. كمان يا شباب لازم الهارد يكون على ظهره وفي مكان مستوي وما يتهزش كتير. هتقول لي ايه ده يوسف ليه يعني، ما هو الهارد الخارجي عادي ممكن اعمل اللي انا عايزه فيها. هقول لك لا، ثانيه واحده، الهارد اللي انت شاريه ده هارد ميكانيكي، المفروض ان هو بيبقى مكانه فين؟ جوه الكيسه بتاعت الكمبيوتر، يعني هو متصمم او مصنوع على اساس ان هو في مكان ثابت ما بيتهزش واخد راحته على الاخر. فاولا بقول لك خليه على ظهره لان ظهره مكان مستوي، وخليه على مكان مستوي شبه الترابيزه مثلا علشان كده يبقى ثابت والدنيا تمام التمام. وبقول لك ما تهزوش او تهبده او تهزه او تخبطه او الحوارات دي كلها وانت بتستعمله، لان خليك مراعي ان الهارد اساسا باختصار كده بكلام عام يعني فكرته عباره عن ايه؟ حته اسطوانه بتلف فوقيها ابره، انت لو خبطته او هزيته الابره دي هتلمس الاسطوانه هتعمل لك باد سيكتور او ممكن تبوظه خالص لا قدر الله. اخر حاجه بقى دي بقول لك خلي الهارد على ظهره من ناحيه ان المذر بورد تبقى في وشك مش الحديد، لان لا قدر الله لا قدر الله ممكن، مش بخوفك والله يعني، بس انا بقول لك لا قدر الله في هاردات بتبقى بايظه او انت ممكن يكون كهربه البيت عندك مش متظبطه، ممكن الفيشه اللي انت حطيتها دي تكون فيشه مش مظبوطه بتحرق الاجهزه، فوقتها اول ما هتوصل الهارد البورده بتاعته هتسيح. فلو انت حاطط البورده على ترابيزه او على سريرك او على قماش وقتها هتحصل مصيبه لا قدر الله، لكن لو انت مخليها بالمشقلب بمجرد بس هتبص على البورده هتلاقيها بتطلع دخان ولا حاجه تطلع تجري هتشيل الفيشه.
وبس كده يا ابو المكتشفين، انجوي بقى براحتك وانقل ملفاتك براحتك وعيش حياتك يا باشا. اعمل هارد عليه العاب، اعمل هارد عليه نسخة احتياطي بسعر بسيط جدا بالتحويلة دي. فكان معاكم يوسف نصر، لو عجبتك الحلقة بقى اعمل لايك واشترك في القناة وظبطني كده بقى، ما انا جايب لك تحويلة حلوة بقى. رابط الشراء كلها هتلاقيها في الديسكريبشن تحت لو حابب انك تشتري المنتج ده. وبحبك يا ابو المكتشفين، لغاية ما ان شاء الله اشوفك في الحلقة اللي جاية. كان معاكم يوسف نصر، عندك اي استفسار اكتبه في الكومنتات تحت. في امان الله.